أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في السنوات السبع الماضية ساهمت في توازن الأسعار على الرغم من الزيارة السكانية الكبيرة. جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي مشروع الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية. الأزمة الأوكرانية يمكن بقالها مش مدة كبيرة أوي، لو قلنا حتى بدأت في مع يناير فبراير مارس، يعني 6 شهور. لكن الإجراءات اللي اتعملت هنا، اللي الدولة عملتها خلال ال7 سنين اللي فاتوا، مع النمو السكاني اللي موجود، مع التطور اللي حصل في الأسعار بصفة عامة في العالم كله، هتجدوا إن ما هو الطلب لما نتكلم في 7 8 سنين زاد فيهم 15 مليون، مش كده؟ 15 مليون. فال 15 مليون دول لو احنا معدلات نمو الانتاج الحيواني الوطني، الوطني يعني اللي جوه الدوله، بينمو بنفس بهذا المعدل، كنا ممكن نحافظ على الاسعار. لكن في متغيرات اخرى زي موضوع العلف واسعارها. احنا ما بنطلعش انتاجنا للاعلاف من مصر، احنا بنجيب جزء كبير جدا منها من الخارج. وده كلامنا اللي احنا بنقوله مع للدولة ومع نفسنا، ان احنا يبقى لازم اكبر حجم من الاراضي يتم استصلاحه عشان يخلي في سيطرة على التكلفة، تكلفة الانتاج.